ليفركوزن في الكامب نو يحاول الوصول إلى مرمى برشلونة. عرضية بالرأس، فعلوا الألمان، نعم فعلوها الألمان، رأس يونانية في الكامب نو تسجل هدفا لباير ليفركوزن. بداية رائعة للباير، هدف أول، رأسية كيرياكوس بابادوبولوس. نعم قلنا أنهم أخطر، نعم قلنا أنهم أقرب، وهم فعلوها، هم فعلوها يا تيرشتيغن. ماذا تفعلون؟ هفوة قاتلة من دفاعي، من دفاعي البارسا. ليفركوزن يسجل، رأس اليوناني بابادوبولوس تضع ليفركوزن في المقدمة بالهدف الأول في الكامب نو. وليس أمام تير شتيغن إلا أن يعاتب ماتيوب. وسط نظرة من سواريز، ماذا تفعل يا صديقي؟ أنت تحرس مرمى برشلونة، هل تعرف ماذا يعني أن تحرس مرمى برشلونة؟